طيب حابب بس يعني ممكن نشارك بس دقيقة قبل ما باشمهندس لبيب بس يكون دخل الزوم، حابب أعرف نسبة الاستفادة من حضراتكم كم في المية من الوقت في الحوائط للأسف، سوري الحوائط الكلاسيك، كم في المية حسيت بعد اديكم بعد ما حضرتوا المتابعة، وإيه الفرق اللي أنتوا حسيتوه من بعد المتابعة عن أول مرة لما بدأنا المحاضرة الأولى والثانية والثالثة. يعني لو رأيكم إجمالا عن الورشة وفكرتها يبقى تمام جدا. هو حاليا كانت الخطة الأولى بالنسبة لي إن أنا أشوف الصور اللي هي كانت المقترحات، وإن أنا إزاي ممكن أطبق ده أصلا وإزاي أعمله، فكانت خطة كبيرة بالنسبة لي إن أنا إزاي أعمل الحاجة دي. بعدين مع المتابعة والمحاضرات الصراحة فرق جدا، بقى سهل جدا بالنسبة لي بنسبة كويسة إن أنا لما أشوف صورة أعرف افسرها واعرف اشوف نسبها، وزي ما اتعلمنا من الباشمهندس ان هو نطلع الاخطاء ازاي ونصحح النسب لنفسنا بنسبة كويسة. انا دي اكتر حاجة ساعدتني جدا في الموضوع ده، فشكرا لحضراتكم جدا، مستوى المعلومات متقدم جدا جدا ومفيد لينا بشكل لا يوصف. كمان ان اللي هيفوتوا حاجة في النص هيقع، يعني الموضوع محتاج متابعة كتير مننا أكتر عشان نربط كل الحاجات دي ببعض، مش ناخد محاضرة ونسيب التانية وهكذا، عشان الموضوع ده هيبقى مش بالنسبة لنا إحنا مش مفيد، فإحنا لازم نبذل مجهود عشان نستفاد من ده ونطلع النتيجة اللي ترضينا وترضي حضراتكم أكيد. فشكرا لحضراتكم جدا جدا.